أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس تفسير سورة طه في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. بينا في المجلس الماضي أن الله سبحانه وتعالى لما أسجد الملائكة لآدم فسجدوا، أبى إبليس أن يسجد استكباراً، فحذره الله عز وجل وقال له: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم وعده الله بأنه في الجنة لن يجوع فيها ولن يعرى، وأنه لن يظمأ فيها ولن يضحى، أي لن تصيبه الشمس. عند ذلك بدأ إبليس يكيد مكيدته فوسوس لآدم، وهذا يدل على أن إبليس كان عنده القدرة التي أقدره الله إياها بأن يوسوس لآدم في الجنة. فإن قيل كيف، قلنا: هذا قدر الله وأمره، لأن الله أراد ذلك، أراد أن يبتلى آدم وأن يعصي وأن ينزل من هذه الجنة التي خلق فيها إلى الأرض ليتعارك مع خصمه إبليس، فينقسم أبناء آدم إلى قسم يروم ويهوى ويشتهي أن يعود إلى المسكن الأول الذي نزل منه أبوه آدم، وآخرون يرتكسون فيطيعون إبليس ويكونون معه في نار جهنم، ابتلاء من الله وفتنة. قال الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان، أي حدثه حديث نفس. والوسوسة هي الشيء، الصوت الخفي، ولذلك يقال لصوت الذهب وسوسة، لأنه صوت خفي. وهكذا حديث إبليس الذي يحدث به النفس الإنسانية. قال الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وانظروا ماذا صنع إبليس، سمى الشجرة شجرة الخلد، اختلق لها اسما من عنده حتى يرغب آدم فيها، وملك لا يبلى، يعني إذا أكلت منها بقيت في هذا الملك العظيم العريض الواسع والنعيم المقيم، لا تنتهي منه ولا يبلى عنك. وبدل أن يقول: هل أدلك على الشجرة التي نهاك الله عنها، أو الشجرة التي إذا أكلت منها عصيت ربك، لا، ما يأتي إبليس بهذه الصورة، عمره ما قال هذا، ولا يمكن أن يدعوك إلى معصية الله بمثل هذه العبارات، لا يمكن يقول لك تعال للربا أو للزنا أبدا، وإنما يقول تعال إلى الفائدة، تعال إلى المشروبات الروحية، تعال إلى الجلسات المؤنسة ولا الصداقات البريئة. ما يمكن يسمي الإثم والمعصية بأسمائها التي سماها الله بها، هذه طريقة إبليسية، وعليها يجري جنود إبليس من الإنس، فإنهم لا يسمون المعصية باسمها. يقول لك نسبة الفائدة، نعطيك فائدة بس ما يقول لك نعطيك ربا، يقول نعطيك ربا
يقول لا ما أقدر، لأنه إذا قال ربا خلاص اتضحت المسألة. وفي الرشوة ماذا يقولون؟ حق الشاي، ويقولون إيش من العبارات؟ وش عبارات الرشوة؟ حق بعضهم يقول حق الشاي وحق الدخان، وبعضهم يقول يعني إكرامية وإلا هدية منك. يا أخي قل رشوة. يقول لا لا استغفر الله ما أقول رشوة. طيب هي رشوة، قلتها تلفظ بها أو لا تلفظ بها، لكنهم يجرون على سنة إبليس في تسمية الأشياء بغير أسمائها. قال الله عز وجل: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فاغتر إبليس. قال الله عز وجل: فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. لاحظوا، ذاق مجرد ذوق، وهذا يدل على أنهما لم يأكلا فيشبع كما ورد في بعض الروايات. قال: فأكلا منها، منها أكلا أكلا يسيرا، فأظهر الله لهما العقوبة وهي العري. يعني العري عند الله عقوبة يجعله الناس اليوم حضارة وتقدم وتمدن وذوق ورقي. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى عاقب آدم لما ذاق الشجرة بأن عراه، فبدت لهما سوآتهما. وماذا عرف آدم لما بدت السوءة؟ عرف أنه عوقب، ولذلك بدأ هو وزوجه يخصفان من ورق الجنة يريدان أن يستر سوآتهما. سبحان الله، نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من النعمة، نعمة الستر. عليهم لباس، لباس من لباس الجنة، لا ندري ما هو، ولكن لباس من لباس الجنة. وهذا يدل على أن أهل الجنة وهم في الجنة لا بد لهم من ستر، يلبسهم الله عز وجل الثياب الخضر من سندس واستبرق، وهذا من نعيمهم. وهذا يدل على أن الله عز وجل خلق الإنسان ليكون مستورا، وأن من كشف هذا الستر فقد كشف ستر الله وفطرته التي فطر عليها الناس. قال الله عز وجل: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الخصف هو يعني الخياطة والترقيع. وعصى آدم ربه فغوى، أي وقع آدم في المعصية فغوى، أي ضل طريق الخلود. طريق الخلود هو ألا يقع في المعصية، لكنه غوى أي ضل عن الطريق الذي يوصله إلى ذلك الخلود. أو فغوى أي فسد عليه عيشه، لأن الغي يطلق على الفساد. قال الله عز وجل: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اصطفاه الله عز وجل واجتباه وقربه عندما من عليه بطريق الهداية. ما هي الهداية؟ هي التوبة. إذن فاعملوا يا بني آدم مثل عمل أبيكم، واعلموا أن من تاب من ذنب فقد اجتباه الله عز وجل واصطفاه، وأن الهداية الحقيقية هي أن تعود إلى الله كلما انصرفت أو انحرفت أو ملت أو عصيت أو غويت. احذر أن تستمرئ المعصية أو تسوف في التوبة، متى سوفت فاعلم أنك جانبت طريق الهداية. ولذلك قال الله عز وجل: ثم اجتباه ربه فتاب عليه، عفى عنه وغفر له وهداه لهذه التوبة. ولذلك قيل إن هدى للمقالة التي في سورة الأعراف. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الدعاء، دعاء آدم، من الأدعية العظيمة المشروعة التي ينبغي لكل واحد منا أن يقولها في كل ساعاته، لأنه لا يخلو الواحد منا من ذنب يخالفه. قال الله عز وجل: قال اهبطا منها
جميعا. اهبط أي آدم وإبليس، أهبطهم الله عز وجل. وإنما قال اهبط لأن حواء تبع لآدم فلم يفردها، كأنه يقول اهبط يا آدم ومن تبعك، واهبط يا إبليس ومن معك لتكون في الدار الدنيا. قال بعضكم لبعض عدو، هذا مما يعرفنا أن قوله اهبط إنما هي لآدم وإبليس، لأن ابن آدم أو الرجل والمرأة ليس بعضهما لبعض عدو. قال وجعل بينكما مودة ورحمة، فقوله بعضكم لبعض عدو يدل على أن المقصود بقوله اهبط خطاب لآدم ولإبليس. ولاحظوا قوله اهبط، أتمنى أن تقفوا عندها قليلا. اهبط، المعصية تهبط الإنسان، والله ما يمكن أن ترفع الإنسان حتى وإن ظن أو وسوس إبليس له أنها ترفعه فهي تهبط به. ثم قوله اهبط، إبليس هبط وازداد هبوطا حتى وصل أسفل أو حتى إنه سيصل إلى أسفل سافلين وهي النار. أما آدم الذي اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فإنه يرنو إلى أن يصعد ويعود إلى المكان الذي كان فيه. والصعود يا إخواني فيه مشقة، ليس كالهبوط. الهبوط مجرد الذوق من الشجرة هبط، أما الصعود لا، يحتاج إلى صلاة، صوم، حج، زكاة، مقاومة للهوى، طاعة لله في السراء والضراء، في المنشط والمكره، في الليل والنهار، مقاومة لجواذب المعصية، كل هذا من أجل أن تصعد وتعود إلى المكان الذي كنت فيه. ولذلك الوصول إلى الجنة صعب، ليس سهل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ اسمعوا العقبة، فك رقبة، تفك الرقبة تقتحم العقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام لمن؟ يتيما ذا مقربة قريب منك، أو مسكينا ذا متربة أي قد لصق بالتراب من شدة الفقر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فالعود إلى الجنة يا إخواني يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى عمل، ولعل منه ما أنتم فيه الآن. يجلس الإنسان، الناس يخرجون إلى المزارع ويذهبون إلى البساتين ويتنعمون وينامون ويجلسون عند الأطعمة، وأنتم كثير منكم صائمون وحاضرون لهذه المجالس، قد حبستم أنفسكم عن أولادكم وزوجاتكم. هذا كله طريق إلى الجنة بإذن الله. وأرجو الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا جميعا في هذا المجلس أن يجمعنا على سرر متقابلين في جنات الله. قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني فإن جاءكم مني هدى أي وحي أوحيته إلى نبي نبأته وكتاب أنزلته عليكم، فمن اتبع هداي، من اتبع ما أنزلته من الهدى، قال الله عز وجل فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا، لا يصيبه الضلال، يرى الحق والحقيقة ويرى كل شيء كأنه حاضر لكل شيء، يرى أن مصير الناس إما إلى جنة أو إلى نار، ويرى عاقبة العصاة والمكذبين، ويرى الهدى كأنه يرى كل شيء، كأنه قد اطلع على الدنيا وعلى الآخرة من شدة هدايته ووضوح الحق له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء إيش؟ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
قال ولا يشقى، لا يشقى في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أما شقاء الدنيا فإن كان المقصود به الشقاء المادي فإنه يصل كل أحد، لكن الشقاء المعنوي فإن الله عز وجل يجنب المؤمنين إياه. لكن الشقاء أو نفي الشقاء بكل صوره لا يكون إلا في الآخرة، ففي الآخرة لا يشقى المؤمن أبدا وينسى كل شقاء مر به في الدنيا. قال ابن عباس لقد ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري، ما هو ذكري؟ يمكن أن يكون ذكري بأن يذكرني سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سواء الذكر اللساني أو الذكر القلبي، أو الذكر القلبي واللساني وهو أفضل الثلاثة. أو من أعرض عن ذكري أي عن كتابي وعن هذا القرآن الذي أنزلته، وهذا هو الأصوب. لماذا؟ لأنه قال قبلها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، أي الهدى الذي أنزلته عليكم، هذا أولا. وثانيا قال قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك إيش أتتك آياتنا كلماتنا وكتبنا التي أنزلناها عليكم فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن قوله أعرض عن ذكري أي عن كتابي، أعرض عن القرآن. قال الله عز وجل ولا يمنع ذلك أن يكون الذكر الباقي تبع لهذا، لكن الأصل في الذكر في هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال فإن له معيشة ضنكا أي معيشة ضيقة ضيقة، وكل مكان أو منزل أو مقام ضيق فهو ضنك كما يقول العلماء. والكلمة الضنك يوصف بها الذكر ويوصف بها الأنثى، ولذلك قال هنا معيشة ضنكا ولم يقل ضنكة. والمعيشة الضنك قيل هي عذاب القبر، وقيل شدة القبر وضغطته، وقيل النار، وقيل المعيشة الضنك هي الكسب الحرام، فإن الذي يكسب حراما قد ضيق الله عليه طرق الخير فلا هو يهتدي إليها فيكتسب منها ولا هو ينفق فيها ولا يقبل الله منه لو أنفق فيها. وقيل ما هو أعم من ذلك، فهو وإن وجد المال ووجد الرزق والدار والقصر وغير ذلك يبقى نكدا عيشه، ضيقا حاله، تعيسا بئيسا، يجد اللذائذ ويجد الأمور التي يشتهيها لكنه لا يهنأ بها سبحان الله. وهذا نراه واقعا في الحياة، فهؤلاء الكفار يتنعمون بالدنيا ولديهم يعني لذائذها، ومع ذلك أضيق ما يكونون عيشا هم. تأملوا يا إخواني نسبة الانتحار في أوروبا لأفريقيا، ستجد أنه لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. ولو نظرت إلى العيش لوجدت أن عيش هؤلاء عيش فقر وعيش قلة وعيش جهد وعناء في أفريقيا، وعيش أولئك عيش سعة ورغد ورفاهية، لكن سبحان الله جعل الله هذه الرفاهية ضنكا عليهم، فهم دائما خائفون من سلبها وخائفون من ذهابها وخائفون من زوالهم أيضا عنها، وخائفون من مقادير الله التي تجري على عباده، فهم في ضنك من العيش وفي اضطراب
وفي تعاسة وشقاء ونكد، ولذلك يضطرون إلى الانتحار ويكثر فيهم ذلك، بل يكثر فيهم ارتياد المصحات النفسية بسبب تلك الآلام والضغوطات التي لا يستطيعون أن يخرجوا منها. قال الله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى. قيل العمى عمى الحجة، يعني بلا برهان، وهذا واقع بلا شك، يأتي يوم القيامة ولا حجة معه، بخلاف ما كان في الدنيا ألد الخصام، في الآخرة يأتي بلا حجة، لأن الحقائق قد ظهرت ولا يستطيع أن يروغ عنها. وقيل عمى البصر، والآية تحتمل النوعين، عمى البصر وعمى البصيرة. فكما كنت في الدنيا تبصر الآيات التي جاءت على أيدي الأنبياء، وتبصر الآيات القرآنية، وتبصر الحق وتبصر الباطل وتميزهما، ومع ذلك لا تنظر إلى الحق ولا تستفيد من هذا البصر، يبعثك الله أعمى. ولذلك يبعثون يوم القيامة وهم مبصرون، ثم تسلب منهم أبصارهم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنا كنت في الدنيا بصير، أرى وأميز. قال: كذلك أتتك آياتنا، هذا جزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها وأعرضت عنها ولم تعمل بها ولم ترفع بها رأسا ولم تحفل بها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. وليس المقصود بالنسيان هنا أن يذهل الله عنه، فالله عز وجل لا يذهل عن شيء جل جلاله، ولكن المقصود بالنسيان الترك، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي، أي مثل هذا الجزاء نجزيه من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. من أسرف أي أشرك وكذب ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأدوم. وهذا والله مما يزيد النكاية على هؤلاء، لأنه لو كان أشد وينقطع لكان الأمر يمكن احتماله، لكن أشد وأبقى، أي سيدوم ويخلد فيها أهلها، هذا والله هو الذي يعني يزيدهم ألما على ما هم فيه من الألم. قال الله عز وجل: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أفلم يتبين لهؤلاء الذين تعظهم يا محمد وتقرأ عليهم القرآن، أفلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، كثيرا، كم هذه للتكثير، كم أهلكنا قبلهم من الأمم الماضية، يمشون في مساكنهم، يعني ليس شيئا يخبرون عنه فقط، بل إنهم يرونه بأعينهم ويسيرون إليه ويدخلونه بأقدامهم. فهم إذا ساروا إلى بلاد الشام مروا بقوم صالح ورأوا آثارهم ورأوا قصورهم وجبالهم التي كانوا يبنونها، وهي باقية إلى اليوم لتكون عبرة لقريش وعبرة لمن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. ترى البيت يا إخواني جبل مقصوص كذا كما تقص الجبنة، سبحان الله، ويزخرف الجبل، كيف هذه القدرة؟ قدرة هائلة حقيقة، في موازين البشر هي قدرة هائلة. طيب أين هم الذين صنعوها وبنوها ونحتوها وحفروها وتمكنوا منها؟ لقد أذهبهم الله وأهلكهم، ما بقوا، وبقيت آثارهم لتدل عليهم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأصحاب العقول. وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عما لا يحمد وعما لا ينبغي،
كما يسمى العقل أيضا حجرا، لأنه يحجر على صاحبه أن يفعل شيئا لا ينبغي له فعله، ويسمى أيضا عقلا لأنه يعقل صاحبه عن فعل ما لا ينبغي فعله. وهذه هي مهمة العقل، مهمة العقل أنه لا ينساق للهوى، أنه يفكر في العواقب فيعقل صاحبه عن الجريان وراء الأهواء. ولذلك من يجري وراء الهوى ليس عاقلا. الآن لو معك 100,000 ترى إيش سوي فيها؟ خلي أشتري فيها كذا وأشتري فيها كذا وأشتري فيها كذا وأتلذذ وأتنعم بها اليوم وغدا. كل الناس يقولون أنت لست بعاقل. لماذا؟ لأن العقل يقول لك خذ منها قدر حاجتك اليوم وادخر الباقي لليوم الذي تحتاجها فيه، نمها وثمرها، هذا يسمى عقل. ولذلك أكمل الناس عقلا من يفكر في اليوم الباقي. ولذلك المؤمن يذهب ويتصدق بكثير من ماله. لماذا؟ هل لأنه لا عقل له؟ لأن عقله أكبر من عقل الذي يريد أن يثمرها لليوم الفاني، هو يثمرها لليوم الباقي، ليوم يحتاج فيه كل إنسان لمثل هذا العمل. قال الله عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أرجو أن تنتبهوا للإعراب. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان العذاب لزاما. طيب، لكان لزاما، يمكن بعضكم يقول لماذا لم يقل وأجلا مسمى؟ لا، ما يصح الكلام. أي لكان العذاب لزاما ولكان أجلا مسمى؟ لا. إذن أجل مسمى معطوفة على قوله ولولا كلمة، يعني ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما لهم مسرعا إليهم. واضح؟ إذن فقوله وأجل معطوفة على قوله كلمة. قوله ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني ولولا كلمة سبقت من ربك بألا يعذب الله إلا بعد قيام الحجة لكان العذاب لزاما عليه، أي لازما له، يعجله الله عليه. وكذلك لولا أجل مسمى لكان العذاب لزاما عليه، أي لولا أن الله جعل لكل شيء ميعادا حتى عذابهم. هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بعذاب من عند الله، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طيب، هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم العذاب؟ ما يستطيع، ولا يمكن ينزل عليهم العذاب إلا في ميعاده الذي قدره الله، سواء كان عذابا بالقتل أو عذابا بالجوع أو عذابا مستأصلا مهلكا. فانتبهوا، لا تستهينوا بأمر الله ولا بتقديره، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون، يعني لا تستعجل يا محمد، لا تستعجل عليهم العذاب، اصبر، عليك بالصبر، عليك بأن تبلغ وألا تأبه بهذا الذي يقولونه. ساحر، كاهن، شاعر، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، كل هذه الأقاويل إياك أن تؤثر عليك أو أن تتأذى بها. اصبر يا محمد على ما يقولون، وسبح بحمد ربك، انشغل بالتسبيح وهي الصلاة. سميت الصلاة تسبيحا لأن فيها تسبيح، ولأنها تنزيه لله عملي، لأن الذي يسجد لله ينزه الله عن النقص ويعلم بفعاله أن الله هو المستحق للعبودية، وأن العبادة كلهم ضعفاء بين يديه، لأنه الواحد الأحد الحي القيوم. قال: وسبح بحمد ربك، أي متلبسا بحمد الله. ولذلك الصلاة كلها تسبيح وحمد،
نبدأ الله أكبر، هذا حمد لله. ما يقول الحمد لله رب العالمين، هذا حمد لله. ثم يركع، فإذا ركع كان ركوعه تسبيحا عمليا، فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ينزه الله قولا. ثم يسجد فيقول سبحان ربي الأعلى، ينزه الله بفعله وبقوله. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أي سبح الله تسبيحا مصحوبا بحمده، فالباء هنا للملابسة أو للمصاحبة. قال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، نص على أفضل الأوقات وهو قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، قبل غروبها وهي صلاة العصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وهذه الآية كما نستفيد منها فضل هاتين الصلاتين، أيضا نستفيد منها فضل الذكر في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهما أفضل وقتين للذكر. ولذلك ينبغي الإنسان أن يقول أذكار الصباح وأذكار المساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن يؤخر الأذكار بعد غروب الشمس فقد قالها في وقتها لكنه ليس في الوقت الفاضل وإنما في الوقت المفضول، لأن هذا هو الوقت الفاضل، التسبيح ما بين صلاتي العصر إلى المغرب قبل غروب الشمس. قال فسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح. ومن آناء الليل أي ومن ساعاته، ولما طرح الليل قال ومن آناء الليل ولم يقل قبل طلوع يعني بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، ليبين أن الليل كله محل للتسبيح والصلاة الفريضة منها والنافلة، ففيها صلاة المغرب، ففي ساعات الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء، وفيها أفضل صلاة التطوع وهي قيام الليل. ومن آناء الليل فسبح. قال وأطراف النهار، إما أن يكون أطراف النهار أول النهار وآخره كما قاله بعضهم فيدخل في ذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، وإما أن يكون كما قال قتادة أطراف النهار أي طرفاه، ويقصد بهما صلاة الظهر، لأن للنهار طرفين، لأن للنهار طرفين، طرف الأول اللي هو أول النهار وطرفه ينتهي بصلاة الظهر، طرف الثاني آخر النهار وأول طرفه الثاني يبدأ بصلاة الظهر. فقوله وأطراف النهار أي صلاة الظهر، قال العلماء وتكون هذه الآية قد شملت الصلوات الخمس، قبل طلوع الشمس الفجر، قبل غروبها العصر، من آناء الليل المغرب والعشاء الظهر وأطراف النهار لعلك ترضى، أي لعلك تحمد العاقبة أو يحصل لك الرضا من الله سبحانه وتعالى، وفي قراءة لعلك ترضى أي يرضيك الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يا إخواني في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للصبر والصلاة مثل قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هنا قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك أي وصلي، وهنا قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. احذر أن تلتفت إلى الدنيا ولن يثرب عليه بالالتفات، وإنما ثرب عليه بمد العين
يعني أن تطيل النظر إليها فتميل بقلبك إليها، لا تمدن عينيك. ولذلك نهى العلماء عن النظر إلى شيء من الدنيا على وجه الإعجاب بها، قالوا لأن الله قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، أصنافا من الناس، زهرة الحياة الدنيا، يعني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زهرة الحياة الدنيا أصنافا منهم. فزهرة الحياة الدنيا كأنها مفعول لفعل محذوف، متعنا زهرة الحياة الدنيا أو جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا، أي زينتها، لنفتنهم فيه، إنما متعناهم بما متعناهم به ووسعنا عليهم في الأرزاق من أجل أن نفتنهم، فننظر من يشكر ومن يكفر. قال الله عز وجل مرغبا رسوله فيما عنده في الجنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء من الدنيا مباشرة يقول الكلمة المعهودة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال ورزق ربك خير في ذاته وأبقى، أي أدوم، جمع الخير في ذاته والبقاء الذي هو الدوام. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، انشغل بهذا يا محمد، انشغل بالصلاة، أؤمر أهلك بالصلاة. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذن أنت يا محمد اقتدي بالأنبياء من قبلك، أؤمر أهلك بالصلاة. ثم قال اصطبر عليها، اصطبر عليها يعني اصبر صبرا مضاعفا وشديدا. لماذا؟ لأن الاصطبار أعلى من الصبر، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، مثل الاستحاضة أبلغ من الحيض، الحيض له مدة معلومة والاستحاضة هو جريان الدم بلا مدة، فلما زيدت الحروف زاد المعنى. وكذلك هنا اصبر أبلغ منها اصطبر، يعني صابر واجتهد وابذل قصارى جهدك لأنها قد تكون ثقيلة عليك وعلى أهلك، اصطبر على ذلك. لا نسألك رزقا، يعني نحن لا نطلب منك رزقا، نحن الذي نتكفل لك بالرزق، انشغل بنا نهيئ لك الأسباب، تفرغ لعبادتي أكفك شغلك وهمك كله، كما ورد في الحديث. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك قال العلماء من أراد الرزق فعليه بالصلاة. وكان بكر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهله مجاعة وخصاصة قال قوموا فصلوا، ثم يقول بهذا أمر الله تعالى رسوله ويتلو هذه الآية. قال الله عز وجل نحن نرزقك، يعني إن انشغلت بنا وتعبدت لنا رزقناك من عندنا. والعاقبة للتقوى، أي العاقبة الحسنة لأهل التقوى، فالعاقبة لا تكون إلا للمتقين، قد تكون الحاضرة لغير المتقي لكن العاقبة لا تكون إلا للمتقي، سواء العاقبة في أمر الدنيا أو العاقبة الأخروية. قال الله عز وجل وقالوا، أي الكفار، لولا يأتينا بآية من ربه، هل جاءنا بآية ومعجزة من عند الله عز وجل؟ يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أعجب هذا السؤال، لقد جاءتكم آية هي من أعظم الآيات وهو القرآن. قال الله في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ما كفاهم هذا؟ إذا ما كفاهم هذا فإنهم والله لا يكفيهم شيء،
وقد تحداهم الله، ايتوا بسورة، بعشر سور، بآية، بحديث مثله، ما جاءوا بشيء. قال الله عز وجل: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي بيان ما في الكتب من أخبار الأمم الماضية المهلكة، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل إنزال هذا الكتاب، لو أن أهلكناهم قبل أن ننزل، لو أن أهلكناهم بعذاب قبل أن ننزل عليهم هذا الكتاب لقالوا محتجين على الله: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. سبحان الله. طيب، قد جاءكم النبي، جاءتكم الآيات، فلما كذبتم؟ لكن هذا هو الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الله عز وجل: قل يا محمد، كل متربص، كل يتربص بصاحبه، أنتم تتربصون بنا سوءا، ونحن نتربص بكم أن ينزل الله عليكم عذابا من عنده، فتربصوا، أي فارتقبوا معنا كما نرتقب نحن معكم، فستعلمون إذا بعثنا الله عز وجل ووردنا القيامة من أصحاب الصراط السوي، أي المستقيم، ومن هو المهتدي. أسأل الله مني وكرمه أن ينفعني وإياكم بهذه السورة وما فيها من الآيات والعظات والعبر، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وإلى لقاء مع سورة الأنبياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.